المسائية من الميادين. سلام الله عليكم وإلى عناوينها. المقاومة تدرس مقترح باريس بشأن وقف إطلاق النار وتؤكد تمسكها بالوقف الشامل للعدوان قبل البحث في تبادل الأسرى وسط مراوغة في الموقف الإسرائيلي. هل نضجت ظروف الحل في غزة؟ كتائب حزب الله العراق تعلن تعليق العمليات العسكرية والأمنية ضد القوات الأمريكية دفعا لإحراج الحكومة العراقية والاستمرار في الدفاع عن غزة بطرائق أخرى. أي رسائل؟ صفقة أو لا صفقة؟ لا حديث في الساعات الأخيرة عن سوى مقترح باريس بشأن غزة. إشارات كثيرة دلت على أجواء إيجابية قبل أن يعود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تكرار نغمة تحقيق الأهداف التي فشل فيها طوال نحو 4 أشهر من العدوان ووضع ساعق تفجير لأي تقدم محتمل. استمرار الموقف الإسرائيلي في اللعب على حبال التهرب من الأجوبة الحاسمة إلى المراوغة عبر رفع السقف بشأن مستقبل القطاع تارة وتصعيد العمليات في الضفة الغربية عبر العملية العابرة لكل الحرمات في مستشفى جنين. لكن مسؤولي الاحتلال يتحدثون وكأن المعنيين في غزة مستعجلون للموافقة على صفقة بلا شروط، فالمقاومة على رغم انفتاحها على الطروحات الإيجابية ما زالت مصرة على شروطها الرافضة لإطلاق سراح الأسرى قبل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار مع ضمانات. بالتوازي بدت واشنطن وكأنها أكثر المستعجلين لإنجاز أي صفقة من أجل استيعاب انفلات الجبهات التي تستهدفها من العراق إلى اليمن. من هنا بدأ كلام الرئاسة الأمريكية والمتحدثين باسمها واضحا بأن الرد على ضربة الأردن سيكون مدروسا على ألا يؤثر في مفاوضات باريس ولا يوسع نطاق الحرب. وفي هذا الإطار يبرز بيان لافت جدا لكتائب حزب الله العراق أعلنت فيه أن تعليق العمليات العسكرية والأمنية ضد القوات الأمريكية جاء دفعا لإحراج الحكومة العراقية مع الاستمرار في الدفاع عن غزة بطرائق أخرى ودعوة مجاهدي الكتائب إلى الدفاع السلبي مؤقتا إن حصل أي عمل أمريكي عدائي تجاههم، مع التشديد على أن الإخوة في المحور ولا سيما في إيران كثيرا ما كانوا يعترضون على تصعيد الكتائب في العراق وسوريا. سنناقش مشاهدينا هذه العناوين في شقين، ما يتعلق بغزة والصفقة وما يتعلق ببيان كتائب حزب الله العراق. معي مباشرة من رام الله الكاتب والمحلل السياسي السيد ساري عرابي، من اسطنبول الكاتب والخبير بالشؤون السياسية الدكتور تيسير الخطيب، ومن واشنطن أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية الدكتور إدمون غريب. سأبدأ معك أستاذ تيسير بداية مما يجري أو موضوع الصفقة واجتماع باريس، هل ترى أن الأمور جدية فعلا رغم المواقف المتصلبة؟ الإسرائيليون ونتنياهو تحديدا عاد إلى نفس المطالب والمقاومة متمسكة بشرط وقف الحرب بشكل شامل، ما الجديد يطرح الآن ولماذا كل هذا الحديث حول هذه الصفقة؟ الجديد أن الواقع الميداني للمعركة في قطاع غزة على الرغم من التدمير والقتل ليس في صالح العدو الصهيوني. هنالك أيضا انقسام كبير بين المستويات السياسية والأمنية والعسكرية في الجانب الإسرائيلي، بالإضافة إلى المطالب المتزايدة بموضوع تقديم استعادة الأسرى لدى المقاومة على استمرار الحرب. الولايات المتحدة الأمريكية أيضا لها مصلحة في الذهاب باتجاه هدنة قد تكون طويلة الأجل من أجل عدم تفاقم الأوضاع على الجبهات المختلفة، الجبهات المساندة لقطاع غزة. إذن ما نسمعه من نتنياهو لا يعبر حقيقة عن قوة الموقف، وإنما يعني يمارس ما يمكن أن نسميه بالحرب النفسية، ولكن هذه الحرب النفسية معروف حدودها ومعروف تأثيرها، ولا يمكن للمقاومة وجبهات المقاومة المساندة
للمقاومة الفلسطينية أن تتأثر بها، لأنها تعرف أنه عبارة عن تظاهر بالقوة، ولا توجد إمكانيات لتنفيذ هذه الوعود وهذه الاشتراطات، خاصة إذا نظرنا إلى تحرك أهداف الحرب على قطاع غزة، من القضاء على حماس إلى القضاء على قادة حماس إلى تقديم موضوع الأسرى في اضطراب، بالإضافة إلى ما يسمى بمشكلة اليوم التالي للحرب الذي لم يستطع الكيان الصهيوني أن يحدده، وإنما يعبر عنه في بعض الأحيان بمواقف أعلى مما تسمح الظروف الميدانية به، نعم. مثل إخراج حماس وما إلى ذلك. إذن نحن أمام هذا الواقع نرى بأنه الاضطرار هو اضطرار إسرائيلي أمريكي، وشروط المقاومة شروط يعني متمكنة من مما تريد. طيب هنا أيضا في سؤال، وهنا أنتقل أستاذ ساري عرابي. أستاذ ساري أسعد الله مساءك. يعني أنا سؤال المتابعين الآن والمهتمين بما يجري في غزة، وتحديدا في الشق السياسي والمفاوضات، يعني ما نعرفه عن مقترح الجديد، بأن لا جديد فيه عن مقترح سابق طرح قبل شهرين، يعني إلا يمكن بالمدة الزمنية. يعني قبل شهرين طرحت مسألة شهر يتم من خلالها التبادل دون وقف إطلاق نار شامل وكامل، وتدخل مساعدات. هذا كان قبل شهرين باجتماع وارسو الشهير. طيب الآن اجتماع باريس، لا يبدو أن هناك جديد في هذه المقترحات، سوى أن الشهر تحول إلى 45 يوم، وفي بعض التقارير تقول إلى شهرين. طبعا هذا ما يمكن الاطلاع عليه الآن، لا نعرف إذا كان في تفاصيل أخرى لهذا الاتفاق لم تنشر حتى هذه اللحظة. أريد أن أخذ رأيك بما نعرفه بما نشر، ما الجديد فيه أستاذ ساري حتى يكون ساريا وقابلا للموافقة الجميع؟ يعني أولا الحقيقة لا يمكن أن نتحدث عن جديد من الناحية الجوهرية، بقدر ما أن هناك محاولة من مجموعة من الأطراف، سواء أطراف إقليمية أو دولية، ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، لإغراء حركة حماس والمقاومة الفلسطينية، بإمكان أن تتحول هذه الهدن إلى فاعل من أجل كبح العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة. يعني بمعنى أن الهدن الطويلة أو المراحل الطويلة ما بين كل مرحلة وأخرى، لأن الحديث عن عدد من المراحل، سلسلة من المراحل، 45 يوم هي متعلقة بمرحلة واحدة من هذه المراحل، ومن ثم نحن نتحدث عن مراحل طويلة قابلة للتمديد، الأمر الذي يعني يكبح العملية العسكرية للاحتلال الإسرائيلي ويفتح أفق أو نافذة أو يشكل أرضية لإمكانية انتهاء هذه الحرب. لكن هل هذا سوف يكون مقبولا على المقاومة الفلسطينية أو غير مقبول؟ أنا أعتقد أن المقاومة الفلسطينية إزاء مجموعة من الحسابات فيما يتعلق بهذا الموضوع. من حيث المبدأ أعتقد أن المقاومة الفلسطينية حينما تبنت موقف رفض إجراء أي تفاهمات لتبادل الأسرى قبل وقف إطلاق النار وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي، أنها تبنت موقفا صحيحا في الحقيقة لمجموعة من الأسباب والاعتبارات. أولا المقاومة تدرك أن الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يجردها من ورقة مهمة جدا تستثمرها بصورة فاعلة للتأثير على المجتمع الإسرائيلي وللتأثير على صانع القرار الإسرائيلي، سواء في المؤسسة السياسية أو في المؤسسة العسكرية. حاولت المؤسسة الإسرائيلية طمس هذا الملف وإخراج هذا الملف من أجندة التداول السياسي تماما، لكن فعلا نجحت المقاومة بصمودها وأيضا بأدائها التفاوضي لجعل هذا الملف ملف مؤثر وعلى رأس أولويات المؤسسة الإسرائيلية، عكس ما تريد بهذه المؤسسة بطبيعة الحال. أيضا يمكن أن نضيف إلى ذلك معرفة المقاومة بنوايا الاحتلال الإسرائيلي. ليس سهلا، ليس فقط على بنيامين نتنياهو في الحقيقة، ليس سهلا على أي صانع قرار في الكيان الإسرائيلي أن ينكفئ من هذه الحرب وأن ينسحب من هذه الحرب بإعلان لوقف إطلاق النار هكذا، لأن هذا تسجيل هزيمة على الكيان الإسرائيلي. هذا يضاف له أيضا لأزمات بنيامين نتنياهو بطبيعة الحال. الآن هذا سؤال مطروح، هل الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل تريد أن تنزل نتنياهو عن الشجرة؟ هل تريد أن تشكل أرضية لانتهاء هذه الحرب؟ أم أن الولايات المتحدة في الحقيقة تريد أن تخفف هذا الحمل عن الكيان الإسرائيلي كي يعود الكيان الإسرائيلي لاستهداف المقاومة مرة أخرى؟ أعتقد طيب إذا كان لا جديد أستاذ ساري، إذا كان لا جديد، ما هو مبعث كل هذه الاجتماعات التي يعني أعلن عنها وسمعنا عنها ونشر بعضها في خلال الأيام الماضية، في اجتماعات مكثفة واتصالات، وما هو
ما هو الداعي لها طالما أن ما يعرض هو يعني عرض سابقا؟ قلت أن الفرق ممكن فقط في مدة الهدنة. بالتأكيد طبعا الفرق في مدة الهدنة. الآن السؤال الذي تطرحه المقاومة على نفسها وعلى الوسطاء، هل هذه المدة مؤثرة بالفعل بحيث من شأنها أن تشكل أرضية لكبح العملية العسكرية الإسرائيلية على الفلسطينيين داخل قطاع غزة أم غير مؤثرة؟ أنا في اعتقادي أنه لا توجد ضمانات إطلاقا لا على الكيان الإسرائيلي ولا حتى على الولايات المتحدة. لا يمكن التعامل مع الولايات المتحدة بوصفها ضامنا. يجب أن نتذكر أن الولايات المتحدة منذ بداية هذه الحرب وحتى هذه اللحظة قدمت العديد من الإشارات والتصريحات المتناقضة إزاء موقفها من هذه الحرب وإزاء نقدها أيضا للسياسة الإسرائيلية في هذه الحرب، من ثم لا يمكن الثقة بالولايات المتحدة. لكن أنا أعتقد أن المقاومة أيضا تطرح على نفسها سؤالا آخر في المقابل. صحيح أن صمودها يحسن من المبادرات والمقترحات المقدمة إليها، وهذا تحول جيد الحقيقة في سياق المفاوضات عموما ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين. تاريخيا كان الإسرائيلي يبتز الفلسطيني، لكن اليوم في الحقيقة المقاومة بصمودها وصمود الشعب الفلسطيني داخل غزة هي التي تبتز الكيان الإسرائيلي وتدفعه لتحسين مبادراته من خلال الوسطاء. لكن أيضا في هناك سؤال هو عن الكارثة الإنسانية الواقعة على الفلسطينيين داخل قطاع غزة. بمعنى لا يمكن أن ننظر إلى هذه الحرب فقط من حيث أداء المقاومة وبسالتها، ولكن أيضا يجب أن تؤخذ هذه الكارثة الإنسانية بعين الاعتبار مع تعزيز الحصار المفروض على الفلسطينيين. تماما. من صور تعزيز الحصار وابتزاز المقاومة قطع التمويل عن الأنوروا الذي حصل مؤخرا، وبالتالي هذه حسابات تديرها المقاومة في الحقيقة لتخرج بصورة متوازنة مناسبة. اسمح لي هنا أنتقل إلى الدكتور إدمون غريب. مساء الخير دكتور إدمون غريب. في هذه اللحظة كيف تفكر الإدارة الأمريكية وفق تقديرك؟ مساء الخير لكم ولضيوفكم الكرام. من الواضح أن الإدارة مهتمة الآن أكثر من أي وقت مضى بموضوع التوصل إلى تفاهمات أو إلى هدنة، وقد تكون أطول مما كان الحديث عنها في السابق، ولكن فترة على الأقل ربما لتهدئة الأمور وللتوصل إلى ربما تفاهمات أو حلول نهائية لهذه الأزمة. ولكن حتى الآن الإدارة تجد نفسها من ناحية تحت ضغط من أصدقاء إسرائيل للاستمرار بدعم إسرائيل، للاستمرار في تقديم الدعم العسكري، وهذا على بدأ يبرز بوضوح خاصة بعد تصريحات البيت الأبيض في رد على الأنباء التي قالت بأن البيت الأبيض قد يستخدم إرسال أسلحة لإسرائيل كوسيلة للضغط عليها للبدء بتقليص العمليات العسكرية، وثم بعد ذلك بعد فترة توصل إلى إنهاء للحرب في غزة. ولكن الإدارة نفت ذلك، وربما هذا أيضا للاستهلاك الداخلي في الولايات المتحدة وخاصة لدى أصدقاء إسرائيل. ولكن الواضح أيضا أن هذه الإدارة تريد الآن، والرئيس بايدن يريد أن لا تطول مدة الحرب، ويبدو أن هذا أيضا قد بحث خلال المكالمة الهاتفية التي تمت بين نتنياهو والرئيس بايدن. الرئيس بايدن قال أنه لا يريد أن تستمر لأشهر أو لسنة، فهو من الواضح أنه بدأ يشعر بالضغط أيضا الداخلي الذي يطالبه بتغيير مواقفه ولو إلى حد ما، وذلك مع اقتراب الانتخابات الأمريكية. الانتخابات الأمريكية على الأبواب. طيب هنا دكتور بدأ يفقد أصوات الشباب خاصة. هذا مقلق جدا لواشنطن، لأن هؤلاء لعبوا دور في إيصاله إلى البيت الأبيض. لكن بالمقابل دكتور، يعني بايدن يقول للأصوات المعترضة على الحرب على غزة أنكم إذا لم تصوتوا لي فسيأتي ترامب وأنتم ستكونون أمام يعني خيار أسوأ. لكن ما أود السؤال عنه دكتور إدمون هو عبارة وردت أو تم التداول فيها كثيرا وتقودنا إلى عدة أسئلة حقيقة، وهي مسألة الضمانات التي طلبتها المقاومة في موضوع الهدن. هذا قادنا إلى التساؤل حول إن كانت الإدارة الأمريكية جديا فعليا في هذه اللحظة تفكر أن تكون الهدن الطويلة هي الهدن التي تغير من الظروف الميدانية والسياسية فيما يؤدي إلى وقف إطلاق نار ربما يكون غير معلن. فعلا هذه نقطة مهمة جدا ومثيرة، وذلك
وهي ترتبط بما أشرت إليه في البداية، وهو أن الرئيس بايدن أصبح قلقا الآن أكثر من أي وقت مضى، على الرغم مما تقوله الإدارة ومما كان يعتقده هو قبل، وهو أنه أنصاره لن سيسمحوا بانتصار ترامب إذا بقوا في بيوتهم أو إذا لم ينتخبوه، ولكن لا يبدو أن هذا هو موقف نسبة كبيرة حتى الآن من هؤلاء، إن كانوا من الشباب، إن كانوا نسبة من الأفارقة الأمريكيين، من العرب الأمريكيين، من المسلمين الأمريكيين، من ذوي الأصول اللاتينية، هناك نسب عالية من هؤلاء تقول أنهم سيبقوا في بيوتهم ما لم يغير الرئيس الأمريكي موقفه. وربما من أهم الأمور التي بدأت تضغط على الرئيس بايدن هو أن هناك حوالي 1000 من قادة الكنائس المسيحية في الأفريقية الأمريكية الذين بدأوا يقولوا بأن الرئيس قد أضاع طريقه وأنه عليه أن يعيد النظر في سياسته تجاه ما يجري في غزة وتجاه بعض القضايا الأخرى، ولكن طبعا التركيز كان على موضوع غزة، ولذلك أعتقد بأن هذه قد بدأت، بالإضافة إلى موضوع الشباب، بدأت تؤثر عليه. ولكن الإدارة أيضا كما ذكرت في البداية فهي تأتي تحت ضغط من قبل أصدقاء إسرائيل الذين يحتاجهم الرئيس بايدن، الذي يقوم الآن بحملة انتخابية للحصول على 250 مليون دولار من تبرعات لدعم حملته نعم الانتخابية، ولذلك فهو يريد أن يرضي هؤلاء وفي نفس الوقت يرضي تماما الأطراف الأخرى، وهذه طبعا هي التعقيدات التي يواجهها، ولكن ربما قد تسمح له ببعض المرونة في التحرك بإبقاء نوع من الضبابية حول طيب دكتور الموضوعين النهائيين بالنسبة للإفراج عن الجنود الإسرائيليين وعن جثامين، مقابل الإفراج عن تسمح لي هنا عدد كبير من السجناء دكتور ادمون الفلسطينيين وإنهاء القتال. أن أعرض بعض المواقف الآن للمشاهدين التي يعني سادت خلال الساعات الماضية حول ما نتحدث عنه الآن. في اليوم 16 بعد 100 للعدوان على غزة، مقترح باريس بشأن غزة يخرج إلى العلن مع تأكيد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن الحركة تلقت الاقتراح وستدرسه، وهي منفتحة على مناقشة أي مبادرات أو أفكار جدية وعملية شريطة أن تفضي إلى وقف شامل للعدوان وتأمين عملية الإيواء وإعادة الإعمار ورفع الحصار وإنجاز عملية تبادل جدية للأسرى. المقترح وفق ما نقلت رويترز عن مسؤول في حماس يتضمن 3 مراحل، تشمل الأولى الإفراج عن المدنيين، والثانية إطلاق سراح كل المجندين والمجندات، والثالثة تشمل تسليم الجثامين وفق المقترح بالتوازي مع توقف العمليات العسكرية من الجانبين طوال المراحل الثلاث. ولم يحدد عدد الأسرى الإسرائيليين المطلوب الإفراج عنهم بانتظار التفاوض. بالتزامن كان الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة يؤكد أن الحركة لن تنخرط في أي تفاهمات من دون ضمان وقف شامل لإطلاق النار وانسحاب الاحتلال من القطاع وحل سياسي واضح وضمان إعادة الإعمار، فيما شدد المتحدث باسم سرايا القدس أن الأسرى لن يعودوا إليهم إلا بقرار من المقاومة. لو فتش جيش العدو رمال غزة ذرة ذرة بما فيها رمال بحرها أيضا لن يعود أسراكم إلا بقرار من المقاومة شئتم أم أبيتم. على المقلب الإسرائيلي تضاربت المواقف وفق حسابات قائمة على المراوغة والضغط على وقع تظاهرات أهالي الأسرى، حيث قال الإعلام الإسرائيلي إن مجلس الحرب أعطى موافقة مبدئية على المقترح، فيما قال نتنياهو في المقابل إنه لن ينهي الحرب حتى القضاء على حماس وعودة الأسرى، مؤكدا أنه لن يسحب قواته من غزة ولن يطلق سراح آلاف الأسرى كما يتردد، ما يطرح تساؤلات جدية عن مصير المقترح ومدى جديته بالأساس. مواقف أكدها وزير الأمن الإسرائيلي يوف جالانت الذي قال أن تل أبيب ستحكم قطاع غزة بعد الحرب عسكريا وليس مدنيا، فيما أعلن رئيس المعارضة الإسرائيلية لبيد أنه يمنح حكومة نتنياهو شبكة أمان
لكل صفقة يمكن أن تعيد الأسرى إلى منازلهم. خلص محللون إسرائيليون إلى أن استمرار الحرب وتحرير المخطوفين لا يسيران معا. أستاذ دكتور تيسير، من هذه الجملة الأخيرة، ألا تبدو لك كمراقب بأن الخيارات حتى هذه اللحظة لدى كلا الطرفين صفرية؟ حماس والمقاومة لا يمكن أن تقبل بهدنة تسحب منها ورقة الأسرى ثم يستفرد فيها الجيش الإسرائيلي دون أن يكون لديها أوراق ضغط، وإسرائيل نتنياهو لا يستطيع أن يوقف النار ويذهب إلى وقف شامل لإطلاق النار حتى لو كانت هدنة موسعة، سيواجه بعدها صعوبات سياسية ليس أقلها انفراط عقد حكومته. بهذه الحالة هذا يطرح تساؤلات حول جدية أن تمشي الصفقة. لا أعتقد بأنه الخيارات لدى المقاومة صفرية. المقاومة لديها كثير من الأوراق التي يمكن أن تعتمد عليها في إدارة المعركة التفاوضية مع العدو الصهيوني. بالنسبة للعدو الصهيوني، بالفعل العدو الصهيوني يعني ما نلاحظه تصريحات عالية النبرة كالتي سمعناها اليوم من نتنياهو وسقوف عالية، الواقع لا يؤيدها ولا يستطيع أن يعني نتنياهو أن يعتمد على الواقع الميداني وواقع الاضطرابات في داخل الكيان الصهيوني والانقسامات السياسية والعسكرية وهذا التشظي في الحالة الإسرائيلية الغير مسبوقة. أعتقد ما يقوله نتنياهو لن يكون بأي حال من الأحوال يعني لديه القدرة على تحقيقه. سيتنازل نتنياهو لأنه الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد للكيان الصهيوني أن ينهزم، وتتصور بأنه ممكن بهدن وممكن بإدارة المعركة السياسية بعد الحرب تظهر صورة النصر التي يريدها الكيان الصهيوني وليس باستمرار الحرب. هذه الحرب التي تخشى حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية من توسعها ولا وسيلة لدى الولايات المتحدة الأمريكية. لكن في دكتور تيسير، نعم، في حال تنازل نتنياهو أمامه جملة مصاعب، يعني أولها تنفيذ اليمين المتشدد، وزراء اليمين المتشدد تهديدهم بالانسحاب من الحكومة، ما يضع الحكومة أمام مصير مجهول، يعني هذا أحد والأمر الآخر أن وقف شامل لإطلاق نار نتنياهو شخصيا قد يعني يتعرض وفق كثير من الخبراء إلى مساءلة ومحاسبة ومحاكمة ومراجعة. يعني هذه المصاعب قد لا تشجع نتنياهو في هذه اللحظة على اتخاذ قرار التنازل. طبعا نتنياهو بيعطي صورة عن الحرب وصورة عن الإنجازات تختلف تماما عما يقرره مثلا ضباط الاحتياط في الكيان الصهيوني أو ما يتحدث به المعلقون العسكريون الإسرائيليون الذين يتحدثوا عن هزيمة حقيقية وعدم القدرة على تحقيق الأهداف. بالإضافة إلى أنه في حراك كبير يعني نحن يعني نستطيع أن نستشفه من خلال الضغط على نتنياهو، يعني عندما يتحدث زعيم المعارضة بأنه مستعد يعطي شبكة أمان لنتنياهو هذا نوع من أنواع الضغط على نتنياهو. بالإضافة إلى أنه نتنياهو الآن مهدد بأنه يعاد يعني طرح الثقة في الحكومة الحالية، يعني الواقع متحرك. أنا أعتقد بأنه الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، الكيان الصهيوني يعني يعرف في حقيقة الأمر، ونتنياهو يعرف بأنه لا يستطيع أن يحقق هذه الأهداف التي أعلنها لا في شهور ولا في سنوات. والولايات المتحدة الأمريكية المتساوقة مع كل أهداف هذه الحرب تريد أن تنزل الكيان الصهيوني عن الشجرة، بمعنى أنه لا يهزم ولكن أن تدار المعركة ضمن يعني مقاربات سياسية أكثر من المقاربة العسكرية، أو إن بقي العمل العسكري يبقى في وتيرة أخرى. يعني. تمام. نعم. نعم. هنا أنتقل للأستاذ عرابي في رام الله، وفي نقطة مثيرة أيضا يعني من ضمن المواقف التي تحمل
تساؤلات هو موقف المعارضة الذي أشار إليه الدكتور تيسير من إسطنبول. كلام يائير لبيد، هل يمكن أن يؤخذ على محمل الجد من قبل نتنياهو، أي تشكيل شبكة أمان لقبول للحكومة مقابل قبول الصفقة؟ تعتقد أستاذ عرابي أن نتنياهو قد يقدم على هذا الأمر؟ وهل تعتقد أنه لبيد يتحدث من منطلق إسرائيلي بحت، أم أن هذا أحد الإيحاءات القادمة من واشنطن؟ أعتقد أن هناك مجموعة من الدوافع لحديث لبيد على هذا الصعيد. هناك الدافع المتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية في الحقيقة، ما قاله لبيد أصلاً قالته الولايات المتحدة الأمريكية لنتنياهو في محادثة سابقة بين بايدن ونتنياهو، حينما تسرب أن بايدن قال لنتنياهو يمكنك أن تكون رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يعني حقق السلام للإسرائيليين وأنهى هذه الحرب بصورة مفيدة لإسرائيل، أو يمكنك أن تظهر رئيس الوزراء الذي بقي رهينة في يد أمثال سموتريتش وبن غفير. ومن ثم هذا أصلا إغراء أمريكي مطروح على بنيامين نتنياهو بإمكان توفير شبكة أمان جديدة له سوى بن غفير وسموتريتش. نتنياهو نفسه في الحقيقة قبل فترة ظهرت تسريبات أنه قام بعملية استطلاع سياسي بحثا عن شبكة أمان جديدة، أو بحثا عن تحالفات وائتلافات جديدة تخلصه من حالة الابتزاز المستمرة التي يمارسها عليه أمثال سموتريتش وبن غفير. ومن ثم أعتقد أن ثبت قدر ما من المصداقية لتصريحات لبيد، جزء من هذه التصريحات بالتأكيد مدفوعة من الولايات المتحدة الأمريكية، لكن أيضا جزء من هذه التصريحات مدفوعة برؤية سياسية خاصة بلبيد، يعني سواء على مستوى المصلحة الشخصية أو المصلحة الحزبية لبيد بوصفه الذي ظل في هذه اللحظة يمثل المعارضة الإسرائيلية، والذي يظهر موقفا نقديا ومقولة أخرى سوى المقولة الرائجة في المؤسسة الإسرائيلية، لأنه على المقلب الآخر كان يفترض أن يكون جانيتس من معارضي بنيامين نتنياهو، لكن بحكم أن جانيتس في مجلس الحرب لا يمكنه أن يقول الحقيقة كاملة. الوحيد الذي يقول الحقيقة كاملة الآن في المؤسسة الإسرائيلية هو آيزنكوت في مجلس الحرب، الذي تحدث أنه لا بد من إجراء صفقة وأنه لا سبيل دون إجراء صفقة، والذي يدفع آيزنكوت ليكون بهذا القدر من الجرأة والشجاعة أنه قدم ابنه في هذه الحرب العدوانية على قطاع غزة، وقدم ابن أخته. أيضا يمكن أن نتحدث عن رجل آخر ولكن من موقف آخر يقول الحقيقة كاملة، وهو سموتريتش حينما قال لأهالي الأسرى أنه لا يمكنني أن أعدكم أن أبناءكم سوف يعودون أحياء، لأنه لا يريدهم أن يعودوا أحياء أصلا، لأنه يعطي الأولوية ليس فقط لاستمرار هذه الحرب، هو يسعى ويتطلع أن يعيد الاستيطان إلى قلب قطاع غزة. يعني هنا أستاذ عرابي أعود إلى النقطة التي طرحتها، تشكيل شبكة أمان شخصية ولحكومة نتنياهو، يعني إفلات نتنياهو من المحاسبة ولو الآن، هو ما يمكن ما تعتبره المعارضة الإسرائيلية أو ما وصلت إليه المعارضة الإسرائيلية والولايات المتحدة من أنه سيدفع نتنياهو إلى قبول أو التنازل وقبول وقف النار، أو هدنة تفضي إلى وقف إطلاق النار أيا كان، لكن هل تعتقد أن هذا هو المدخل الذي يفكرون فيه؟ يعني المسألة الشخصية بنتنياهو تحديدا هو ما يفكرون فيه في هذه اللحظة للوصول إلى تنفيذ الصفقة؟ أعتقد أن هذا عامل مهم. نعم، هم يفكرون في المدخل الشخصي لبنيامين نتنياهو، وأيضا في الحقيقة هم يفكرون أن يمضي بنيامين نتنياهو في هذه الحرب رهينة لحسابات أمثال سموتريتش وبن غفير، هو أيضا يمثل كارثة استراتيجية لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية المتجسدة في الكيان الإسرائيلي، وأيضا لمصلحة الكيان الإسرائيلي. علينا أن نتذكر أن هناك انقسام كبير في الحقيقة حول سياسات بنيامين نتنياهو المرهونة لأحزاب الصهيونية الدينية، أو حتى المرهونة من جهة ما ومن حيثية ما للحريدية الدينية غير الصهيونية المتحالفة مع بنيامين نتنياهو، بالتالي هم يبحثون عن مثل هذا المخرج لبنيامين نتنياهو، لكنني لست واثقا أن بنيامين نتنياهو من الممكن أن يقبل بهذا المخرج، لأنه يدرك تماما أن هذا المخرج هو مخرج مؤقت، ثم سوف يجد نفسه ربما في لحظة ما ضحية الحسابات المتعددة مع الفرقاء الآخرين حول مجموعة من الملفات، من ضمنها ملف 27 أكتوبر، من ضمنها ملف هذه الحرب، ومن ضمنها ملف محاولته تغيير وجه إسرائيل مرة واحدة من خلال يعني تبنيه لرؤية الصهيونية الدينية وما شابه. ومن ثم هو ما يزال حتى هذه اللحظة يرى أن الضمان الأكبر بالنسبة له هو الاستمرار في هذا التحالف مع الصهيونية الدينية التي باتت تجتذب شخصيات ووزراء وشرائح مهمة حتى من حزب الليكود. دكتور إدمون غريب، حتى أغلق هذا الملف، ماذا يعني الفشل، عدم مرور هذه الصفقة ونهاية خاصة بأنها على ما يبدو أنها الوحيدة المطروحة في هذه اللحظة وربما تكون الأخيرة؟
تسمعني تفضل. أعتقد أن هنا استمرار الصراع طبعا وتصعيده، هذا ما أتوقعه إذا فشلت هذه الصفقة. ولكن أعتقد أن الضغوط الآن قد بدأت تتزايد على الحكومة الإسرائيلية وعلى الحكومة الأمريكية، والبعض هنا أيضا يعتقد على حماس أيضا، وبالتالي فأن هذه قد تكون الفرصة الوحيدة. وأيضا بدأنا نرى على الأقل فيما يتعلق بالموقف الأمريكي هناك بداية تغيير ملحوظ إلى حد ما. مثلا النقاط التي والموقف الذي تبنته الإدارة الأمريكية والقيادة الفرنسية في نفس الوقت، وهو رفض الاستيطان، وهو ما كان في غزة، وهذا ما كان يطالب به المتطرفين في حكومة نتنياهو. وكان الرئيس بايدن أيضا قد عبر عن قلقه ومعارضته وانزعاجه من وجود أشخاص مثل بن غفير سمورتيتش في الحكومة الإسرائيلية. وهناك من يعتقد هنا، على الرغم من أنها عندما تطرح مع المسؤولين يرفضونها تماما، من يعتقد بأن هذه الإدارة راغبة في إخراج هؤلاء وإخراج المتطرفين من الحكومة وربما تغيير الحكومة. ولكن في نفس الوقت الإدارة أيضا تعلم أنها، خاصة إذا كان هذا الأمر واضح ومطروح علنا، سيكون له تداعيات سلبية على موقف الإدارة وعلى الرئيس بايدن. ولذلك فأن هناك نوع من هذه التعقيدات، لأن نتنياهو يبدو أنه الاستمرار في السلطة وأن إطالة أمد الحرب سيسمح له بذلك. دكتور إدمون، أرجو أن تبقى معنا لتشارك معنا في الملف الثاني في المسائية، وكذلك أستقبل من بغداد الباحث في مركز الهدف للدراسات السيد حسين الكناني، سينضم إلينا بعد قليل. ماذا في ملف العراق مشاهدينا؟ أعلنت كتائب حزب الله العراق تعليق العمليات العسكرية والأمنية على القوات الأمريكية. البيان أوضح أن القرار جاء دفعا لإحراج الحكومة العراقية، وتضمن توصية لمجاهدي كتائب حزب الله بالدفاع السلبي مؤقتا إن حصل أي عمل أمريكي عدائي تجاههم. ولفت البيان إلى أن كتائب حزب الله مستمرة في دعم غزة بطرق أخرى، وهي اتخذت قرارها بدعم القطاع بإرادتها ومن دون أي تدخل من الآخرين. كما أشار إلى أن محور المقاومة ولا سيما إيران لا يعلم كيفية عمل الكتائب الجهادي، وكان يعترض على الضغط والتصعيد ضد القوات الاحتلال الأمريكي في العراق وسوريا. الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن أنه اتخذ قرارا بشأن كيفية الرد على مقتل 3 جنود في هجوم بطائرة مسيرة استهدف القوات الأمريكية في الأردن، مضيفا أن واشنطن لا تسعى إلى حرب أوسع الشرق الأوسط. نعم، سنرد على الهجوم. لا أعتقد أننا بحاجة إلى حرب أوسع في الشرق الأوسط، هذا ليس ما أبحث عنه. قبل أن نبحث هذا الملف طبعا نشكر ضيفي ساري عرابي الكاتب والمحلل السياسي من رام الله، دكتور تيسير الخطيب الكاتب والخبير في الشؤون السياسية كان معنا من اسطنبول، وأحيي الأستاذ حسين الكناني، أسعد الله أوقاتك أستاذ حسين. ما هي دلالات هذا البيان؟ كيف يمكن فهمه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك ولضيوفك الكرام ولمشاهديك. لا ريب أنه كتائب حزب الله وكذلك المقاومة الإسلامية بصورة عامة تتمتع بشخصية جهادية ميدانية، تعرف جيدا متغيرات الميدان وتكتيكات الحرب، وبالتالي هي ذكرت كما ذكرت في البيان أن هنالك الكثير من العناصر أو العوامل التي دفعت كتائب حزب الله لتعليق العمليات العسكرية ضد القوات الأمريكية، بعد أن أعلنت الفترات السابقة أنها لن تنثني إلا إذا خرجت القوات الأمريكية من العراق. وبالتالي هذا هدف الكتاب وعموم الفصائل المسلحة المقاتلة التي تجد من أجل إخراج القوات الأمريكية من العراق والمنطقة. وبالتالي أعتقد أن هنالك كما ذكر البيان هنالك عدة معطيات قد تكون هي التي علة أو سبب أو جزء سبب جزء علة هو الذي دفع باتخاذ هذا الموقف وتعليق هذه العمليات. أبرزها هو أنت يعني أعطاء فرصة ووقت كافي للحكومة العراقية، خصوصا أنها بصدد
فتح ملف إعادة العلاقة مع ما يسمى بالتحالف الدولي. وبالفعل الحكومة العراقية عاكفة وشكلت لجان كما ذكرت متكون من قيادات عسكرية، واجتمعت أولى هذه اللجان مع القوة مع الجانب الأمريكي. هذه نقطة أخرى أنه هنالك متغيرات، وأيضا هنالك استقلالية باتخاذ هذه القرارات التي تراها مناسبة وبحكمة عالية. لكن ألن يقرأ ذلك أستاذ حسين الكناني بأنه نوع من التراجع للمقاومة العراقية أو نوع من الخوف من ردود الفعل الأمريكية؟ يعني هذا قد يفسر على أنه ضعف لدى الكتائب ولدى المقاومة العراقية. هذا الذي يعني عندما تصل النوبة يعني من يفهم هذا القرار بهذه الصيغة هو لا يعرف حقيقة شخصيات الكتائب وكذلك الفصائل المقاومة بصورة عامة. هي خبرت الجانب الأمريكي وقاتلت الجانب الأمريكي منذ 2003 حتى هذه الساعة، يعني بحدود 20 عام هي تقاتل القوات الأمريكية وتخبره بشكل جيد، ولا تخشاه ولا تخشى التضحية والدفاع من أجل تحرير العراق. مسألة الخشية وردود الفعل، أعتقد أن الجانب الأمريكي كما حصل في الفترات السابقة استخدم كل أوراقه، وليست لديه حتى أنه كشفت أنه ليست لديه أي بنك معلومات من خلال عمليات الرد السابقة. هو عادة ما يستهدف مقرات فارغة ليس فيها أي مقاتلين أو ليست ذات قيمة عسكرية، بعضها ورش لتصليح المعدات الآلية وبعضها ورش لصناعة الرحلات المدرسية كما حصل في الفترة السابقة. يحاول عادة ما يستهدف قطعات للحشد الشعبي، وبالتالي كل هذه العمليات كاشفة على أنه ردات الفعل الجانب الأمريكي بعيدة كل البعد عن أن تؤثر على أداء واستنتف عناصر مهمة وقيادات مهمة لدى فصائل المقاومة. طيب أستاذ حسين، يعني لدي المزيد من الأسئلة طبعا حول البيان وشرحه، لكن أيضا أريد أن أخذ رأي الدكتور إدمون غريب في توقعاتي لردود الفعل الأمريكية حوله. إذا كانت الولايات المتحدة اتهمت كتائب حزب الله العراق بقتل 3 جنود عبر عملية استهداف للموقع الأمريكي في الأردن، والآن الكتائب تقول أننا علقنا العمليات العسكرية ضد القوات الأمريكية، كيف ستكون ردود الفعل وهل ستؤثر في ما تحدث به المسؤولين الأمريكيين عن ردود عسكرية على ما جرى؟ فعلا هذه أولا رسالة مهمة، أعتقد أنها رسالة تبعت بها كتائب حزب الله للإدارة الأمريكية وإلى المنطقة والعالم في نفس الوقت، ولكن الإدارة. وفعلا أتفق مع ما ذكرته قبل بأن هذا سينظر إليه على أنه في نوع من التراجع أو الرغبة على الأقل في تخفيف احتمالات تصاعد الصراع بين الفصائل العراقية التي المعارضة للسياسة الأمريكية والتي تريد خروج القوات الأمريكية من العراق وخلافها وصراعها مع واشنطن. ولكن في هذه المرحلة أيضا يبدو أن هناك على الأقل رسالة بأنه إذا لم تصعدوا فنحن لن نستمر بالتصعيد، لأن هذه العملية الأخيرة التي جرت كانت فعلا عملية تصعيدية تختلف نوعيا عن العمليات الأخرى معظمها فيما عدا ربما الهجوم الذي حدث منذ فترة بعيدة عن على عين الأسد القاعدة الأمريكية وأصيب عشرات من الأمريكيين بارتجاجات في الدماغ وغير ذلك. ولذلك فإن هذه أعتقد أنها هي أحد الرسائل لواشنطن ربما لكي لا تقوم بهجمات قاسية وكبيرة في هذه المرحلة. لكن هل هذا البيان دكتور إدمون يمكن أن يحمله بايدن ويقول هذا كافي ويقنع الأمريكيين بأن لا ضرورة لعملية عسكرية؟ هذا ممكن؟ ما أعتقد أن هذا قد يكون له تأثير هو أن طبيعة العمليات العسكرية التي قد تقوم بها أمريكا قد تختلف. حتى الآن ما نسمعه هنا هناك 3 أنواع من العمليات المحتملة،
واحدة ضد إيران مباشرة، وهذا ما يطالب به صقور الديمقراطيين وعدد كبير من الجمهوريين، وإن كانت هناك أيضا معارضة من عدد من الجمهوريين وغالبية من الديمقراطيين، لا ليست غالبية في العدد ولكن عدد نسبتهم أكبر، وهي أن هؤلاء يعارضوا القيام بشن هجمات جديدة دون العودة إلى الكونغرس، ولكن أعتقد أن الرئيس سيقوم بهجوم. السؤال من سيهاجم؟ الهجوم الأول كما ذكرت ربما هو إيران والبنى التحتية في إيران، الثاني على مقرات تابعة للحرس الثوري داخل في سوريا والعراق، وربما إذا موجودين في اليمن كما يقول البعض هنا في اليمن، والعملية الثالثة هي تصعيد العقوبات الاقتصادية إذا حدثت على كل من إيران وعلى شركائها في المنطقة، وبالتالي فأن هذه ربما قد تساعد على الأقل في القول بأن إذا قامت الإدارة فقط بمهاجمة إما بعض المقرات في سوريا والعراق أو في اليمن، أو فقط اقتصرت الهجمات على هذه الفصائل، فأن هذا قد يساعد إلى حد ما الإدارة الأمريكية داخليا، ولكن قليلا وليس كثيرا، أن الهجمات مستمرة والجمهوريين يتهموا الرئيس بالتخاذل والضعف. طيب هنا أستاذ حسين الكناني في بغداد، عندما يقول البيان نوصي مجاهدي كتائب حزب الله الأحرار الشجعان بالدفاع السلبي مؤقتا وإن حصل أي عمل أو إن حصل أي عمل أمريكي عدائي تجاههم، يعني أولا ما هو تفسير الدفاع السلبي؟ وعندما يقول بيان إن حصل عمل أمريكي عدائي، هذا يعني أن قرار التعليق ساري حتى ولو كان هناك يعني عدوان أمريكي على العراق أو على الكتائب، بمعنى أن العدوان الأمريكي على الكتائب لا يلغي هذا التعليق؟ الواضح انه هنالك يعني قرار اتخذ بتعليق العمليات، لكن لا اعتقد انه سوف يوقف العمليات بشكل نهائي. قطعا لو عادت مره اخرى الاداره الامريكيه واستهدفت الفصائل او استهدفت لقطاعات الحشد الشعبي، قطعا سوف يكون هنالك ردا، لكن اعتقد سوف يكون في قبال الدفاع عن النفس، يعني من خلال الرد على مصادر النيران، ولا اعتقد انه سوف تستمر عمليات الاستهداف بشكل مستمر، ولا يتم نقض مسألة تعليق العمليات. هذا ما فهمت منه يعني الرد السلبي، يعني لا أعتقد أنه سوف عندما تتعرض الكتائب إلى عمليات عسكرية من قبل الجانب الأمريكي سوف تلتزم إلى ما لا نهاية الكتائب بعدم الرد. قطعا سوف يكون هنالك تصعيد، وسوف تكون أو سوف تعود مرة أخرى إلى العمليات العسكرية التي عادة ما تستهدف القواعد الأمريكية الموجودة. هذا هو الرد السلبي. طيب هنا بيان الكتائب أستاذ حسين، هذا بيان كتائب حزب الله العراق، لكن هل سيكون هناك أي عمليات ضد القوات الأمريكية من فصائل أخرى؟ يعني في فصائل لم تصدر بيانات، يعني هل هذا يعني بأن تعليق الكتائب لا يعني تعليق الأعمال العسكرية ضد القوات الأمريكية من فصائل أخرى؟ أنا أعتقد أنه سوف تلتزم بقية الفصائل بما التزمت به كتائب حزب الله، خصوصا أن هنالك تنسيق عملي واضح بين هذه الفصائل التي انخرطت بمقاومة القوات الأمريكية، ولا أعتقد أنه سوف تنفرد أي جهة دون التنسيق مع كتائب حزب الله. نعم هو صدر الكتاب يعني صدر البيان باسم الأمين العام لكتائب حزب الله، ولم يصدر بعنوان المقاومة الإسلامية كما يحصل في الفترات السابقة، لكن في نهاية المطاف أعتقد أنه هنالك متغيرات على الساحة الميدانية في العراق وفي المنطقة. أيضا أنتم أشرتم على أن هنالك احتمالية أن يكون يعني خفض التصعيد، وليس من مصلحة الجميع توسيع المواجهات لا في المنطقة بصورة عامة، والعراق جزء من هذه المنطقة، وبالتالي هنالك مؤشرات على أن هنالك متغيرات قد تحصل بالفترة المقبلة وهي قريبة، وهذا ما يفسر لنا هذا التعليق للعمليات العسكرية. طيب كيف تفهم أستاذ حسين بأن تعليق العمليات العسكرية لكتاب حزب الله العراق يترافق حسب البيان مع الاستمرار في دعم
في دعم غزة بطرق أخرى؟ يعني ما كيف تفهم الطرق الأخرى؟ ماذا يقصد بالطرق الأخرى؟ الطرق الأخرى واضح أنه يعني هي يعني لا سبيل من خلال يعني دعم غزة من خلال يعني الدعم المباشر. نعم إمكانية أن يتم دعم من خلال الدعم السياسي والدعم الإعلامي ومحاولة تقديم المزيد من المساعدات بأي طريق ممكن من خلاله أن تصل فصائل المقاومة أو كتائب حزب الله إلى دعم الفلسطينيين سواء كانوا في غزة أو خارج غزة. وهذه المسألة ليست بجديدة، لطالما قدمت الكثير من المساعدات لأهالي للفلسطينيين سواء كانوا في يعني في الأراضي المحتلة أو في مناطق أخرى ممكن أن تصل إليهم هذه المساعدات وهذا الدعم بأي طريقة أخرى غير الانخراط كما ذكرت الكتائب بالعمليات المباشرة والدعم المباشر. وأعتقد في حال أنه استمرت الحرب قطعا هذا التعليق هو لا يعني إنهاء العمليات العسكرية، قطعا سوف يتم تعليق التعليق في حال يعني استمرت الاعتداءات على أهالي غزة أو استمرت الإدارة الأمريكية بعمليات استهداف وعمليات دعم غير مشروط وغير محدود للكيان الصهيوني، أو يعني حاولت الإدارة الأمريكية التنصل عن التزاماتها من خلال يعني الوعود التي ذكرت بها من خلال إعادة انتشارها وإعادة النظر بالتواجد الأمريكي في العراق والمنطقة. نعم. طيب هنا أريد أن أخذ رأي دكتور إدمون غريب بنقطة وهي التركيز المسؤولين الأمريكيين دكتور إدمون حسب ما تابعنا التصريحات على إيران وليس على الفصائل العراقية. يعني صحيح هم اتهموا كتائب حزب الله العراق لكن هم وجهوا كل سهام اتهاماتهم لإيران باعتبارها من تسلح ومن تتحالف ومن تدعم الفصائل العراقية. بذات الوقت الأنباء تقول بأن الإدارة الأمريكية أرسلت رسائل غير مباشرة للطرف الإيراني تطلب فيه أو تؤكد فيه على أنها لا تريد حرب شاملة. دكتور إدمون ماذا يفهم من ذلك؟ هل يمكن الاستنتاج بأن الإدارة الأمريكية يمكن أن تعتدي مباشرة على المصالح الإيرانية والرسائل تقول بأننا إن فعلنا هذا لا يعني أننا ندخل معكم في حرب؟ فعلا هذا سؤال مثير. أولا أعتقد أن هذه الرسالة جاءت من وزارة الدفاع، جاءت من متحدث باسم مجلس الأمن القومي، وهو أنه في الوقت الذي سترد الولايات المتحدة وهي سياسيا تقريبا يمكن القول بأنها مضطرة للرد، لا تقدر أن تقوم إلا أن تقوم برد ما بعد هذه العمليات الأخيرة. ولكن هذه الإدارة تقول ومنذ فترة أنها تريد تهدئة الأمور في المنطقة، لا تريد تصعيد ولا تريد الدخول في مواجهة مباشرة مع إيران. ولكن هناك قوى داخل الحزب الديمقراطي وخاصة صقور الجمهوريين الذين يريدوا شن هجمات مباشرة على البنى التحتية في إيران، على أهداف عسكرية في إيران، ويقولوا أن هذا هو الحل الأفضل. ولذلك أعتقد بأن أهمية هذه الرسالة أنها الطرفين يبعثان برسائل إلى كل طرف إلى الطرف الآخر بأنه لا يريد التصعيد أو الوصول إلى حرب شاملة أو أشمل في المنطقة، بينما في نفس الوقت يمكن القيام بشن بعض الهجمات على أهداف قد تكون إيرانية إما في المنطقة في الخليج في البحر أو ضد ناقلات ربما إيرانية، وهذا ما ذكره البعض الخبراء هنا أيضا، أو أن تشن هجمات على في سوريا أو في العراق على فصائل مؤيدة أو متحالفة مع إيران، أو على فصائل تكون أو قوى تابعة للحرس الثوري الإيراني المتواجدة في هذه المناطق. ولكن الإدارة الأمريكية تقول كما تفضلت حضرتك بأنها لا تريد أن تتحول هذه إلى حرب مع إيران أو أن الولايات المتحدة تريد أن تدخل في حرب مع إيران. وأعتقد أن هذه هي أيضا الرسالة التي تأتي من إيران بأن إيران لا تريد أن تكون هناك حرب مباشرة مع إيران. أما نقطة أخرى فقط أيضا هي موضوع أن استخدام الحديث
أن ربما تقوم الفصائل العراقية بمساعدة غزة، القضايا التي أشار إليها الأستاذ الكناني فيما يتعلق بمساعدات إنسانية سياسية، ولكن هناك احتمال آخر ذكره أحد الخبراء الأمريكيين، وهو أن هذه الأطراف قد تقوم بشن هجمات مباشرة على إسرائيل، وقد أظهرت هذه الفصائل بأن لديها القدرة بالهجوم الذي تم شنه في تي 22 في الأردن، بأنها قادرة على إيصال هذه صحيح. الأسلحة المتوفرة، هذه المسيرات والضخمة يبدو أنها إلى إسرائيل نفسها، وهذا الاحتمال يبقى واردا حسب على الأقل رأي لدى أحد الخبراء الأمريكيين المعروفين. دكتور إدمون غريب، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية من واشنطن، شكرا جزيلا لك. أستاذ حسين الكناني الباحث في مركز الهدف للدراسات من بغداد، أشكرك جزيل الشكر. مشاهدينا المسائي انتهت، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.